أهلا بكم. لمصلحة من يعاني القطاع الصناعي في العراق من التدهور الكبير منذ احتلال العراق من قبل أمريكا وبريطانيا عام 2003؟ لماذا تتعمد الحكومات المتعاقبة إهمال هذا القطاع المهم والحيوي؟ وكيف أسهمت الأحزاب والنظام المحاصصة الفاسد والميليشيات التابعة لإيران المستحوذة على العراق ككل؟ كيف أسهموا باستمرار الاستيراد من دول بذاتها وخاصة إيران وتوسيع عمليات الفساد؟ وما تداعيات فتح أبواب الاستيراد دون رقابة ورسوم جمركية؟ ما أثر سلباً على الصناعات المحلية المعدومة أصلاً؟ وما انعكاسات ذلك على الاقتصاد العراقي المعتمد على بيع النفط حصراً مع ارتفاع البطالة وارتفاع نسب الفقر بين أوساط المجتمع العراقي بمعدلات ضخمة؟ هذا الموضوع المهم نضعه تحت الضوء، وأرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، مرحبا بك دكتور قحطان. أهلا وسهلا، حياك الله بياك. والدكتور صباح علو، الخبير والباحث الاقتصادي، مرحبا بك دكتور صباح. مرحبا بكم. والدكتور سناء عبد القادر، الخبير الاقتصادي العراقي. دكتور سناء مرحبا بك. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. يعاني القطاع الصناعي في العراق من تدهور كبير منذ الاحتلال الأمريكي في 2003، مع استمرار وتعمد واضح من قبل الحكومات المتعاقبة لإهمال هذا القطاع المهم والحيوي خدمة للأحزاب الفاسدة ومصالح الميليشيات المرتبطة باستمرار الاستيراد من دول بذاتها وتوسع عمليات الفساد. فتح أبواب الاستيراد دون رقابة ورسوم جمركية يؤثر سلباً على الصناعات المحلية، مع ما تعانيه من نقص حاد في تجهيز الكهرباء والمواد الأولية، فضلاً عن تعمد جهات سياسية في ضرب الصناعة المحلية بكل الوسائل لخدمة أجندات سياسية واقتصادية خارجية. فيما أكد خبراء اقتصاد أن ملف إعادة الصناعة الوطنية هو ملف سياسي أكثر مما هو ملف اقتصادي، لذا فإن مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي منخفضة جدا ولا تتجاوز أكثر من 6%، كما أن معوقات كثيرة أخرى تحول دون تطوير هذا القطاع، أولها الفساد والبيروقراطية وغياب المشاريع الاستراتيجية وغياب الإرادة الوطنية التي تقدم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية والشخصية. باحثون في الشأن الاقتصادي وصفوا ارتفاع معدلات نسب البطالة في العراق بالقنبلة الموقوتة، فيما بيّنوا أن الاقتصاد الوطني خسر خبرات الشباب مرة وأضاع مشاريع مهمة مرة أخرى بتعطيل القطاع الصناعي. اتحاد الصناعات العراقية قدر نسبة المشاريع المتوقفة ب40,000 مشروع، رغم الوعود المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة بتنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية دون تحقيق تلك الوعود، بينما يتضح على أرض الواقع أن أغلب قرارات ووعود الحكومة هي إعلامية أكثر مما هي حقيقية. إذن أبدأ معك دكتور قحطان الخفاجي. غياب القطاع الصناعي في العراق منذ عام 2003 وإلى الآن، إلى أي مدى ترى أن ملف القطاع الصناعي هو ملف سياسي أقرب مما هو ملف اقتصادي؟ قرر الترحاب بك أخي العزيز وبالمشاهدين الكرام وبالضيوف الكرام. حقيقة الأمر يا أخي العزيز أن الوظيفة السياسية والأمنية للعراق بعد 2003 هي التي تقف خلف كل إجراءات التي تعتمد في العراق، بما فيها عملية إضعاف أو إنهاء الصناعة وإنهاء الزراعة والاقتصاد بشكل عام، وذلك لكي يبقى العراق في وضع سياسي غير مؤثر، غير مستقر داخليا وغير مؤثر إقليميا، وكذلك وضع الأمني، وضع الأمني وفاعلية الإقليمية تكون متواضعة، لأن انعدام الصناعة، انعدام الزراعة يعني انعدام
مسببات استقرار المجتمعي، وبالتالي هذه حالة لا استقرار تنشئ حالة لا توجه طبيعي لأبناء الشعب ولشبابه بشكل أعتقد أن عملية إضعاف الصناعة أو انعدامها بعد إن كان العراق واحد من الدول التي شبه اكتفاء ذاتي لديها حتى في ظل الحصار 90-2003، الآن بات العراق يسرد كل شيء من الزراعة ومن الصناعة، إذن هي عملية مقصودة محسوب لها حساب لكي تخدم حالة اللافاعلية السياسية واللافاعلية الأمنية العراقية. لذلك نقول أن الاقتصاد وتردي الاقتصاد العراقي هو ملف سياسي أمني بامتياز وليس ملف اقتصادي. نعم، إذن عملية مقصودة محسوب لها وتردي الاقتصاد في العراق هو بفعل سياسي. دكتور صباح علو الخبير والباحث الاقتصادي، من وجهة نظرك يعني أكيد إهمال قطاع الصناعة له أسبابه، ما هي الأسباب ومبررات الحكومة المتقاعسة عن التخطيط والتي يغيب عنها الفعل؟ تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولمشاهدين قناة الرافدين. حياك الله. حقيقة العراق دخل نفقا في عملية تباطؤ وتراجع، عملية التطور بكل اتجاهاتها وشمولياتها عندما دخل العراق في الحرب العراقية الإيرانية، ثم 13 سنة من الحصار، ثم الدخول بعد ذلك في الاحتلال، مدى 40 سنة ماضية حالة التراجع تتراكم إلى أن وصلنا إلى هذه المراحل الخطيرة جدا. من أولى المقومات والعملية الصناعية بالعراق، العوامل الأساسية أصبحت تختفي شيئا فشيئا للنهوض بهذا القطاع، ممثلة أولا أن العراق لا يمتلك الطاقة التي يستطيع أن يمول بها جميع مرافق الصناعة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، هذا جانب مهم جدا. الجانب الجوهري والأساسي أيضا هو وجود حالة الفساد المالي والإداري، عطل وسرق وهدر كثيرا من المشاريع التي خصصت لها أرقاما فلكية قياسا بدول أخرى أو قياسا بما عاشه العراق قبل 50 سنة، يعني خصصت أموال لمشاريع في النهاية أصبحت شبه وهمية أدت إلى سرقة هذه الأموال وتعطيل العمل الصناعي أو تطوير ما كان موجودا في العراق من صناعة، اللي تتمثل حسب إحصاء وزارة الصناعة أن الشركات والمصانع تتراوح بعدد 288 مصنع الذي يعمل بها لا يزيد عن 150، وبنفس الوقت عدد كبير منها يتجاوز 46 من هذه المواقع هي في حالة خسارة بقاؤها من أجل الحفاظ فقط إعلاميا ودفع المرتبات للعاملين في هذه المرافق الصناعية. إذن نحن نخسر، ومشاركة الصناعة بالعراق في الإجمالي السنوي لا يتجاوز بين 1-2.5%، وقد يكون أقل بسبب عمليات السرقة والهدر وغيرها. وبنفس الوقت نلاحظ عدم تطوير القطاع الخاص من خلال القوانين والمشاريع التي تمنح للقطاع الخاص، نلاحظ لم تظهر هذه بشكل واضح في العراق، بل أخذت جانب يعتمد على شكل الخدمات أو عملية غسيل أموال لهذه الأموال المسروقة من القطاع العام في بناء مرافق
لا تغني من جوع بالنسبه للعدد إذن الكبير. إذن الحكومات هذه لا يهمها المواطن، بل هي اتت من اجل السرقه، وكل ما بالتأكيد. وكل ما تستحوذ عليه من المال العام ومن مال بيع النفط ومن اموال العراقيين منذ عام 2003 والى الان تسهم به في تدويره وتنميته هذا المال الحرام المسروق بغسيل أموال وأساليب أخرى، بغض النظر عن أي دور لأي حكومة في العالم وظيفتها خدمة المواطن ورفع مستوى الدخل للمواطن. اسمح لي دكتور، سوف أعود إليك مرة أخرى. دكتور سناء مرحبا بك مرة أخرى. يعني إذا كان العراق بلدا نفطيا ويستطيع أن يمول دولا، كيف لا يمتلك الطاقة التي يمول بها مشاريع من المفترض أن تقوم أي حكومة بدورها؟ كيف لا يستطيع أن يمتلك الطاقة التي يمول بها مشاريع القطاع الحكومي والقطاع الصناعي ويشغل الشباب؟ في البداية تحياتي لكم ولجميع العاملين ولضيوفكم الكرام، حياك الله في هذه الندوة العلمية الرائعة بخصوص القطاع الصناعي بالعراق. أبدأ وأقول العراقي يمتلك، ولكن هناك أسباب كثيرة عدم امتلاكه وعدم القيام بامتلاك هذه الطاقة الكهربائية والغازية. توجد حقول غازية في العراق، وتوجد كذلك طاقة متوفرة لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، لكنها لم تستثمر، وهناك أسباب عائقة تقف أمام تطور قطاع الطاقة بالعراق، ليس فقط النفط. نعم، الغاز والنفط وإلى آخره، وإنما قطاعات أخرى. نعم. أنا قبل أسبوع كنت المناقش الأول في طروح الدكتوراه لأحد طلبة الأكاديمية العربية في الدنمارك، واسمه ميثم العليوي. هو مهندس ميكانيكي وقام بموضوع الأطروحة أنه هو الطاقات المستجدة في العراق. هناك طاقة شمسية، هناك طاقة كهرومائية، وهناك طاقة كذلك الألواح الشمسية، وكذلك طاقات المياه وطاقات الرياح. هذه مع الأسف لم تستثمر بالعراق بشكل جيد. يعني بإمكاننا أن نستثمر هذه الطاقات بالعراق المتوفرة، سواء كان في جنوب العراق في البصرة على الخليج العربي، لإقامة صناعة كهرومائية لإنتاج الطاقة المستجدة الضرورية والكهربائية. هناك كذلك مشاريع يمكن إقامتها في الناصرية في منطقة الأهوار، كذلك طاقة شمسية، وكذلك إقامة مصانع غذائية، منتجات غذائية، صناعات غذائية، وحنا نسميه بالاقتصاد يسمى التكامل الرئيسي، ليس فقط إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح والشمس الألواح الشمسية، وإنما كذلك إقامة صناعة غذائية، يعني نستغني عن الاستيراد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في منطقة الأنبار كذلك توجد رياح، بإمكاننا أن نستثمرها في إقامة محطات الطاقة الشمسية والهوائية، وكذلك المياه الجوفية الموجودة بأربع مليارات مكعب متر مياه جوفية في منطقة الأنبار، وكذلك في شمال العراق في الموصل بإمكاننا أن نقيم صناعة الكهرباء من الشمس ومن الرياح. إذن توجد لدينا بدائل لهذه الطاقة، ولعدم إقامة هذه المشاريع أو الكهرباء، ولعدم استيراد الكهرباء من إيران، وحتى هناك آراء بالاستيراد من السعودية والكويت، لكن الأحزاب السياسية الفاسدة لا تريد العراق أن يتطور. هناك طاقات موجودة بالعراق، وليس فقط الكهرباء والنفط والغاز، لا، علينا أن نستثمرها استثمار جيد. أرجع وأقول كذلك قطاع الصناعة، في الموازنة العراقية الأخيرة
أقل من 2%، 1.9%. هذه نسبة قليلة جدا يا جماعة، يا أهل الخير، يا الذين تريدون أن يتقدم العراق صناعيا وزراعيا حتى أقل من 1%. هناك مشاكل كثيرة في مسألة المياه، توفير المياه. إذن علينا أن لا نعتمد فقط على الكهرباء المتولد من المحطات الغازية أو من محطات الطاقة الكهربائية أو من إقامة المحطات الغازية أو استيرادة من إيران. نعم تفضل. نعم دكتور، ابقى معي دكتور لو سمحت. شكرا لك. أعود إليك دكتور قحطان الخفاجي. يعني الكثير من التجارب للدول كالهند مثلا التي قامت ب يعني تغطية جداول المياه وبخلايا الطاقة الشمسية من أجل الاستثمار، من أجل الحفاظ على كمية المياه لا تتبخر، وكذلك الاستفادة من المساحات الموجودة لإنتاج الطاقة الشمسية. هذه في الهند. الكثير من السياسيين يذهبون إلى جميع الدول، إفادات وأموال تصرف وشهادات من جامعات وإلى آخره. يا ترى هل العراق الآن فقير بالكفاءات، أي لم يكن كما السابق عندما كان هناك صناعات إلكترونية وصناعات عسكرية وصناعات خدمية وجسور، وخلال شهرين أعيد بناء العراق عام 91، وهذا تاريخيا. يعني الآن العراق هل يفتقر إلى هذه الكفاءات، أم أن نظام المحاصصة الطائفية يعني عمل على يعني محاربة هؤلاء؟ العراق كما قيل عنه جمجمة العرب، وقيل عنه نعمة الله في الأرض، وقيل عنه ورمح الله في الأرض، فهو عنوان للعطاء، للإرادة، للقوة، للإمكانيات، للعقول. ولكن المشكلة نعود ذات السؤال أو بداية حلقتنا مباركة، أن الموضوع سياسي بحت. في بداية الأمر كانت هناك رغبة دولية لكي يكون العراق في وضع سياسي يتوافق مع ماهية واجبة دولية في المنطقة. الآن غيبت الإرادة الوطنية العراقية، فذلك لا يمكن أن نفكر أن يعني إرادة دكتور هذه العقول الآن موجودة داخل العراق، موجودة فعلا هذه العقول، أم هي موجودة خارج العراق؟ هذه العقول موجودة داخل العراق بعضها وخارج العراق بعضها. والعراق كما قلنا جمجمة العرب، أي هو في طبيعته ولاد للعباقرة والعقول. هذه ميزة ليست انحيازية بقدر ما التاريخ أكد هذه الحقيقة. وبالتالي الإرادة الوطنية غائبة عن توظيف هذه القدرات وهذه الإمكانيات وهذه العقول. فالعقول النيرة تم محاربتها بشكل أو بآخر كما هو معروف، فهجرت. والترتيب الآن العلمية في العراق متردية بشكل مدروس، حتى لا ينتج لنا عقول أو حتى لا نطور العقول العراقية التي طيب. في طبيعتها هذا يدفعنا دكتور للتساؤل إذا سمحت لي. طبعا بما تاريخيا يعني معادلة العراق إقليميا ودوليا لها ثقل كبير، وخاصة كان يحسب له ألف حساب بسبب صناعات العسكرية، بسبب الاقتصاد، بسبب قوة العملة إلى آخره. الأمر كله مرتبط بمدى امتلاكك على امتلاكك مصادر القوة، قوة بشرية، قوة اقتصادية، قوة علمية، قوة عسكرية. الآن من المستفيد من سلب العراق هذه القوة وهذه القدرة؟ دائما أؤكد أنا ثلاث دول هي المستفيدة بشكل أساسي. أولا الكيان الصهيوني، أمريكا، إيران. هذه الثلاثية كل من له حسابه ضمن توافقاتهم. كان الصهيوني هو في مأمن من فعل عراقي مؤثر، أمريكا في مأمن من أي حراك عربي باتجاه تحرير الثروات، تحرير المناطق العربية، والإيرانيين بفعل إرادة رغبة سيطرة كاملة لهم على صناعة العراق وعلى زراعة العراق وعلى عقول العراق. لذلك نرى حتى في المناهج التعليمية أدخلت أمور مذهبية طائفية أو مواقف مضادة للنظام، لأي ترتيبة عراقية إيجابية باتجاه التخندق الطائفي والانتماءات الضيقة. إذن العواصم الثلاث الكيان الصهيوني، واشنطن، طهران هي المستفيدة بالأساس من حالة التردد العراقي. كذلك بعض الدول هنا وهناك
تستفيد بحكم أن العراق وكأنه فريسة سقطت وللأسف الشديد تتناهشها الوحوش يسارا ويمينا. إذن إرادة القوى الخارجية هي باتجاه إنهاء فعالية العراق السياسية، والإرادة الوطنية الغائبة عن الإدارة الحالية التي هي صنيعة الاحتلال هي التي تدفع بهذا الاتجاه. يدعى ذلك دعم القوى الخارجية إيران وسواها على الإبقاء على حالة التردي، وهناك حالات كثيرة تؤكد أن العراق بهذا الاتجاه سائر للأسف الشديد. نعم دكتور، طبعا لو سمحت دكتور صباح، هل لو يعني حجم استيراد العراق من الصين بلغ يعني بحسب مصادر موثوقة أكثر من 50 مليار دولار، ولكن السؤال هنا من له المصلحة في جعل الأبواب مفتوحة دون رقابة؟ يعني ليس هناك جمرك، ليس هناك جودة، يعني سيطرة نوعية تراقب يعني ما يتم استيراده، بغض النظر عن موضوع إذا هناك فساد وهناك بضائع بمليارات الدولارات تسرق من أموال العراق. هنا ما مدى استفادة الأحزاب ونظام المحاصصة من هذا الأمر؟ حقيقة بمراجعة بسيطة للموازنات العراقية من 2003 ولغاية الآن والإيرادات النفطية الفلكية التي وصلت بحدود حوالي 1,650 مليار دولار. نعم. يعني لاحظ هذا يكفي لبناء دولة جديدة من الصفر، ولكن لاحظ أنه لو جينا إلى 2010 كانت عملية الاستيراد تعتمد في الموازنة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، أما الآن 2024 تقدر بحدود 75 إلى 80%، أي أن أقل من 20 بعض الأحيان أقل من 20% هي لعملية الاستثمار للإعلام فقط، ولا يوجد على الواقع شيء واضح المعالم أن من الموازنة هناك تخصيصات واضحة لعمليات الاستثمار الحقيقي للثروات العراقية. جانب مهم جدا يعني بالواقع الاقتصادي، عندما تكون موازنة بقيمة 100 مليار من ويستورد بحدود 75% منها تستورد بضائع من الخارج، من المفترض ما لا يقل بين 10 إلى 12 مليار دولار هي حصة الجمارك والضرائب من البضائع الداخلة للعراق، ولكن لو تراجع التخصيصات في الموازنة لا تتجاوز 2 إلى 4 إلى 5 إلى 6%، وهذا شكل خطورة يعني أن هناك فساد مالي وإداري وأنها تسرق. لذلك نلاحظ تحاول القوى السياسية التي تدير العراق بما يسمى بأحزاب السلطة حقيقة عدم تطوير القطاع الخاص، يعني القطاع العام هو بقائه هو المرتع والمخزن الأساسي لتمويل كل أشكال حيتان الفساد بكل أشكالهم كأشخاص أو كأحزاب أو ككتل وحتى دولة. اسمح لي دكتور، يزداد الميزان التجاري نعم. مع كل من الصين يزداد أيضا مع إيران وكذلك أيضا مع تركيا ومع دول أخرى، ولكن عدم وجود نظام حقيقي للجمارك والضرائب وعدم وجود رقابة للجودة بكل أشكالها بما يتطابق مع مواصفات العملية الاستهلاكية في العراق سواء كغذاء أو مواد أخرى، نلاحظ هذا الجانب غير موجود أو يعملون على عدم وجوده اللي يسهل عملية تمرير البضائع الغير جيدة أو غيرها. نلاحظ أعطت إمكانية كبيرة جداً لتراكم الأموال لدى الفاسدين، ولذلك يعملون على غسيل الأموال من خلال عمليات شراء الأراضي، وهذا الذي أدى إلى حالة ارتفاع كبيرة جدا في العقارات والأراضي وغير ذلك، أو تحويلها إلى مولات ودكاكين ومناطق وكازينوات سياحية وغير ذلك أو سكن. ولذلك نلاحظ العراق
لم يرتقي طيلة 20 سنة ماضية بتحديد ما هي إنتاجية الشخص الفرد العراقي. تقاس كل حضارات العالم وتطورها من خلال إنتاجية الفرد. ماذا ينتج الفرد العراقي بكل اتجاهاته؟ في مجال الاقتصاد، الثقافة، الطاقة، الصناعة، الزراعة، الخدمات، بكلها. هذا مفقود. حالة الاتكالية بعملية توزيع مرتبات معينة نلاحظ، ولذلك نلاحظ جميع الخريجين وقوى العاملة الموجودة بالشارع تعمل وتسعى إلى عملية التوظيف. القطاع الخاص مهمل دون أن تتم عملية تطويره، لأن وجود القطاع الخاص وتطور هذا الرأس المال الخاص يمنع ويقلل من حالة الفساد والسرقة للمال العام. نعم، طبعا بإجماع السياسيين وإجماع الشعب العراقي وإجماع العالم وإجماع الجن والإنس بأنه السياسيين في العراق هم فاسدون وحرامية، هم أنفسهم يخرجون على شاشات التلفاز ويقولون نحن حرامية نقسم الكعكة، أي نقسم أموال العراقيين، وعلني الأمر طبيعي. يعني أصبح الأمر ليس بالغريب أن نتحدث عن أن في العراق يوجد سرقة، وسبب يعني التردي الاقتصادي هو سرقة السياسيين لأموال العراق. أصبح هذا الأمر يعني معتادا عليه منذ عام 2003 وليس بغريب، ولكن نتحدث بشيء من ليكن خيالنا واسعا قليلا. لو كان العراق مثلا فيه سياسيين نزيهين ونظيفين، كيف سيكون حال العراق؟ يعني الآن على سبيل المثال، ليس هناك رقابة في الجودة مثل ما تفضل الدكتور صباح علو، ليس هناك رسوم جمركية لمصلحة المواطن. طبعا ليس هناك، طبعا هناك 40,000 مشروع معطل. العمود الفقري لأي صناعة ولأي بلد اللي هي الكهرباء معطلة منذ عام 2003 وإلى الآن. إذا صلحت الكهرباء صلحت كل شيء. الآن بالنظر لموضوع الكساد الاقتصادي، إن صح التعبير، يعني لست متخصصا في الاقتصاد، يعني المولات، الكثافة السكانية، حصر يعني السكان في منطقة واحدة في بغداد، والعراقيون الآن يعني يستشيضون غضبا ويحترقون حرا بسبب الكثافة السكانية، مع العلم وجود مساحات واسعة وشاسعة في العراق. دكتور سناء، بالعودة إليك، ماذا لو كان العراق فيه كهرباء وأصلحت الكهرباء، كيف سيكون شكل العراق يا ترى؟ لنتخيل. طبعا سيكون أفضل. أنا طبعا أرجع وأقول أن المجتمع العراقي هو مجتمع مستهلك وليس منتج، يعني يأكل مما يستورده في جميع السلع والبضائع والآخرة، وتذهب مليارات على استيراد المواد الغذائية والصناعية وجميع أنواعها، حتى المواد الكهربائية، البناء إلى آخره إلى آخره، من الصين وتركيا وإيران ودول الجوار. الآن تعود على الاستيراد، يعني لا يمكن حتى. نعم، تعود على الاستيراد. أصبح مجتمع مستهلك لا ينتج ما يأكله، وهذا طبعا كارثة. أريد أن أستثمر هذه الندوة وأقول أن العراق امتلئ من المراكز التجارية، يعني المولات. لماذا؟ لأن بسبب الأزمات المالية التي تكبدها الرأسماليون العراقيون الذين هم ينتمون إلى أحزاب سياسية، في الخسارات المالية في سواء كان في الإمارات العربية المتحدة وفي لبنان وفي تركيا وفي دول أخرى دول الجوار، رجعت هذه الأموال إلى العراق. يعني قاموا، ماذا قام أصحاب الأموال العراقية الذين هم تابعين لأحزاب السلطة، نسميها الأحزاب السياسية، استثمار هذه المليارات من الدولارات داخل العراق، يعني بناء المراكز التجارية بالدرجة الأولى وكذلك المستشفيات والمجرات. طيب لماذا ارتفع سعر المتر المربع الواحد في بغداد أكثر من 5000 دولار؟ تصور يعني زين. هذه طبعا مؤشر قوي إلى أنه العراق ذاهب إلى مرحلة صعبة.
صح انت تقول لي لو كان عندنا كهرباء، يا اخي عندنا كهرباء، بامكاننا ان ننتج كهرباء كما قلتك من الطاقه الشمسيه وخطوط طاقه الرياح وطاقه المياه والمجرات، لكن لا تعطى مجال للاستثمار. الدوله قامت ببعض الاستثمارات في بعض القطاعات، خلينا نقول هكذا الطاقه المستجده، لكنه توقفت بسبب عدم ادامه هذه المشاريع. وكذلك ولم يعطى للقطاع الخاص باقامه هذه المشاريع. اذا ماذا تبقى لنا؟ تبقى لنا نرجع مره ثانيه على الدوله. طيب اذا الدوله هي مسيطر عليها الاحزاب السياسيه بالعراق، اذا احنا الان في دوامه وفي حلقه مفرغه، علينا ان نكسر هذه الحلقه المفرغه حتى نتمكن من اداره ليس فقط قطاع الصناعي العراقي، وانما جميع قطاعات اقتصاد الوطن العراقي. ارجع واقول لك، في قطاع في سبعينات القرن الماضي انا عندي كتبت اطروحه الدكتوراه في سبعينات القرن الماضي ودافعت عنها بالاتحاد السوفيتي 1981 عن المشاكل الاقتصاديه في تطوير صناعه الزيوت النباتيه بالعراق. عندنا احصائيات موجوده من وزاره الصناعه ووزاره التخطيط من الجهاز المركزي للاحصاء، انه العراق كان يصدر منتجات هذه الصناعه المتطوره التي هي صناعه الزيوت النباتيه بالعراق الى دول الخليج والى دول كافه العالم. لكن المشكله ما هي؟ كانت انه باستيراد المواد الخام التي هي زيت النخيل من تايلاند ومن دول اخرى في جنوب شرق اسيا بنسبه 95%. لكن انا اقترحت اقامه 5 مزارع في مناطق مختلفه من العراق، كركوك وشمال بغداد وجنوب العراق، واقامه مصنع انا ذاك طبعا بالسبعينات، طيب خلي على بالك، في ميسان بالعماره. طيب دكتور اذا سمحت لي يعني نرجع مره ثانيه، اذا كان عندنا صناعه متطوره بالعراق، هاي نموذج واحد، نعم، بالاضافه الى صناعه الطاقه الكهربائيه وانتاج داخل العراق، الى الصناعات الغذائيه الموجوده كذلك والى اخره. اذا كان لدينا صناعه في سبعين القرن الماضي، لكن علينا ان الان طبعا اذا كانت هناك الاسباب، اقول لك والله انه هذه المكان والالات والمصانع قد اندثرت يجب ان نجددها. طيب لماذا نقوم بالتجديد؟ طيب لماذا نقوم باعاده التاهيل؟ يعني اذا سمحت لي، هناك في التنميه، نعم، اذا تحدثنا عن التنميه بحسب معلوماتي المتواضعه على ما اعتقد أن التنمية لها معايير، يعني هناك مثلا معيار يبين لك أنك وصلت إلى مرحلة معينة من التنمية، وبالتالي تصل إلى المرحلة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن تعمل على التطوير. يعني العراق عندما لا تكون هناك فيه ثقافة إنتاجية وفقط فيه ثقافة استيرادية، من الذي يتحكم بموضوع يعني إذا سمحت لي دكتور سناء، سوف أعود إليك مرة أخرى فقط في هذا السؤال، يعني أسأل المتخصص في الشأن السياسي دكتور قحطان. يعني قبل قليل تحدث دكتور سناء عن أن العراقي الآن تعود، كشعب عراقي تعود على الاستيراد على الجاهز. الصين يعني يستورد منها كل شيء، 50 مليار دولار فقط يعني استيراد العراق من الصين سنويا. يعني من وجهة نظرك الآن، من الذي يمكن له أن يرتقي بالتنمية الاقتصادية إذا كان هناك، لا نستطيع نقول هناك عجز تجاري، لأنه أصلاً ماكو، يعني لا توجد ميزان تجاري ولا صادرات، فقط واردات. يعني من الذي يتحكم بهذا الأمر؟ يعني هذا الأمر تحدثت عنه دكتور بأنه متعمد، وهناك يعني السياسة هي المتحكمة، هناك إرادات دول، ولكن لنأخذ مقارنة ما بين دولة فيها ميزان تجاري وأمورها يعني حسب المعايير، وما بين الواقع العراقي لكي يرى المواطن العراقي أين موقعه اقتصاديا. للأسف الشديد الوضع العراقي بعد 2003 من سيء إلى أسوأ. قلنا السبب الأساسي هي إرادة خارجية، السبب الآخر هي إرادة القوة المسيطرة على العراق المحتلة، العراق اللي هي كل من إيران والكيان الصهيوني وأمريكا، ثم حالة الفساد والعمالة وحالة غياب الإرادة الوطنية لفسادهم ولعمالتهم في أن يذكوا في داخل النفس العراقية كمواطن هذه الحالة، أي أن عملية إنشاء أو تحول الإنسان
من حالة أخرى، هي لا تقوم مجرد أمور خارجية بقدر ما هي تنبع من الداخل، ثم البيئة المحيطة تؤثر بها. يعني نقول يعني نستطيع القول تشكيل الثقافة، تشكيل الثقافة الاقتصادية من أجل التنمية. بالتأكيد ليس هناك توجه لإيجاد حالة من رغبة لدى الطفل الصغير لإنشاء صناعات أو تطور أو اهتمامات. جميل. سابقا كان علم الجميع يعتني جانب من عنده في كيفية تنمية المهارات الفردية للأفراد. أحسنت. ثم عملية تبني الدولة لهذه المهارات، ولنا في ذلك حسب مثال اليابان عندما كان مستوى الكرة فيها متدني جدا، كل اللعبة تخسر 5 أو 6 أهداف، انتبهوا إلى أن الشأن الطفل غير هاول كرة القدم، فعملوا كابتن ماجد لكي يحبب الطفل الياباني بكرة القدم. جميل. وأصبحت الآن اليابان هي واحدة من الدول التي تنافس على، وهذا هو التشكيل العالم. الثقافي نعم 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 بالضبط. فإرادة سياسية غائبة، فساد مستشري، إرادة خارجية متحكمة. للأسف الشديد المواطن عندما ينهض ويبدأ حياته يرى هناك انسدادات أمام أفقه، لا تعليم صحيح، لا مستقبل للإنتاج صحيح، لا عمل صحيح، لا استقرار أمني صحيح، والحالات الاستقصائية وحالات التهجير كلها تجعل المواطن بحالة أن يجعل فقط كيف يمضي يومه ولا يفكر في الغد. وبالتالي تغيب عنا إرادة التفكير، تغيب عنا التشكيلة الصحيحة لترتيب الذهنية الواكدة والمتقدة للشاب العراقي، مع بقاء الفساد والرغبة الخارجية لإتمام عملية التردي، أعتقد كلها تتضافر في هذا الاتجاه. وأنا شخصيا ليس بعيدا عن حالة أتيت بمسؤولين أجانب لكي يحولوا الغاز الموجود في الذي يحترق يوميا إلى غاز يستخدم، ويأخذون أموالهم ومستحقاتهم بعد أن يكتمل المشوار ويكتمل المشروع. مباشرة قال له أين بين قوسين المالات. إذن الرغبة الحقيقية لأي تنمية في العراق موجودة، فما بالنا والتنمية البشرية التي أساس كل التنميات. إن لم تكن هناك بنية فوقية عقلية لا يمكن أن تنهض البنية التحتية لتكون إنتاجا. وكذلك اليابان بنياها الفوقية أعلى من قدراتي التحتية، فتمكن اليابان بعقلية أبنائه أن يصل إلى المستوى الأول في العالم وينافس كل دول العالم في الصناعات والابتكارات. إذن الإرادة العراقية الرسمية السياسية غائبة بفعل الفساد، بفعل التدخل الخارجي، الإرادة الخارجية، وكلها يجعل العراق غائب عن عملية التنمية الحقيقية للعقلية العراقية لكي تنتج. علما أؤكد أن العقل العراقي قادر على إنتاج ما لم يقدر عليه دول العالم كثيرة، والدليل بسيط جدا أن العراق خلال 40 يوم في ظل حصار وبعد خروج من معركة قاسية جدا وخسائر كبيرة مادية ومعنوية، قدر أن يعيد الكهرباء ويعيد الوقود ويعيد كل شيء إلى استقراره في التسعينيات. إذا نحن قادرون على أن نقوم على شيء، ولكن الإرادة الرسمية الحكومية للعلم بالضبط. ليس كان هناك نفط، هناك كان نفط مقابل غذاء ودواء، ليس كان هناك نفط يباع ومن ثم يتم توزيع الميزانيات على شكل رواتب على يعني على أناس معينين، وبالتالي يحصل هناك تضخم ويحصل هناك بطالة ويحصل هناك نسب فقر مرتفعة، يعني كلها مساوئ. دكتور قحطان اسمح لي أن أنتقل للدكتور صباح. قبل قليل دكتور صباح دكتور سناء تحدث عن موضوع أن هناك إرادة حكومية متعمدة من أجل يعني إن صح التعبير تخدير الشعب العراقي بفلسفة أو سياسة أنه يعني كل شيء على الجاهز، استورد واستعمل، والصين موجودة. يعني قيل سابقا بأن الحاجة هي أم الاختراع، وقيل أيضا دكتور صباح يعني بالمفهوم البسيط أنه لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. هذه المفاهيم لماذا يا ترى، هناك سائل من يسأل هنا، لماذا يا ترى يراد قتل الشباب العراقي؟ كيف؟ بالتخدير، بنشر المخدرات، وبنشر هذه الثقافات، ثقافة الاستعمال، ثقافة الاستهلاك، هذا أيضا تخدير. يعني ما مدى تأثير هذا على يعني الواقع العراقي الاقتصادي المتدهور بالأساس، وعلى الأجيال القادمة كيف يعني كيف ستنظر إلى ما صنع الآباء؟ يعني نتحدث عن بعد 20 سنة.
حقيقة جانب جوهري وأساسي. بعد 2003 اعتمدت السلطة السياسية وإدارة العراق على إيرادات النفط، وأهملت كل شكل من أشكال تعضيد هذه الإيرادات من خلال عملية الزراعة، تطوير الزراعة، تطوير الصناعة، تطوير الخدمات، الاستثمار بكل أشكاله. هذا الجانب يعطي إمكانية كبيرة جدا لحالة الاتكالية. نعم. وهناك جانب أيضا، هناك جانب في الفلسفة، وهو أن في الحاجة تكمن الحرية. أنا محتاج إلى الطاقة الكهربائية، عندما تتوفر أنا أتحرر. أنا محتاج إلى المواد الغذائية، لذلك نلاحظ هناك عملية غير واضحة المعالم في توفير حاجات ومتطلبات الفرد العراقي من حيث الخدمات، التعليم، الصحة، الخدمات اللوجستية للبنية التحتية كالشوارع، المجاري، الطرق، البناء، السكن وغيره. ولذلك نلاحظ اتجهت حالة من حالات العشوائية في التفكير بشكل يؤدي إلى الوصول إلى عملية اتكالية الفرد العراقي على الدولة كراعية وليس كخادمة، من خلال عدم شرعية وجود الحكومة، عدم شرعية وجود السلطة رغم وجود قوانين للانتخابات والأحزاب على مدى 20 سنة الماضية. نلاحظ الدورات الخمسة الماضية للانتخابات، نلاحظ ما أفرزت إن حكومات تقدم الخدمات من خلال خطط واضحة المعالم على مدى 4 سنوات للحالة، لوجود حكومات تأدي اليمين الدستوري دون وجود أي شكل من أشكال الالتزام. ارجع إلى أي موازنة من الموازنات، ما هي إلا عبارة عن عملية تخصيص دون وجود برنامج حقيقي تعمل على الوصول إليه وتحقيقه، بسبب في نهاية كل سنة لا توجد أي شكل من أشكال الختاميات كي تتمكن السلطة الموجودة في مجلس النواب من محاسبة الحكومة ممثلة بالوزارات وغيرها. هذا جانب خطير جدا أدى إلى تحويل الفساد إلى شبه قانون مشرعا. ولذلك نلاحظ هناك ضياع واتكالية عالية جدا رسمت للنهوض بهذا الاتجاه للشعب العراقي. والدليل أن نلاحظ سنويا بين 150 إلى 200 ألف يتخرجون وينزلون إلى ساحة العمل كقوة عمل من الخريجين بكل التخصصات وبكل اتجاهاتهم. في البدايات نلاحظ وصلت مرحلة عالية جدا من التضخم الإداري، أي البطالة المقنعة، بحدود حوالي 5 إلى 6 مليون موظف موجود. ولذلك نلاحظ حاليا لا تتمكن الدولة من الإيفاء بعمليات التعيين. أحسن. واستخدمت القوة ضدهم، وهذا ما يعيشه أعداد كبيرة من المحافظات بوجود البطالة في الخريجين فقط، دعك من القوة العاملة الأخرى. هذا يؤدي إلى زيادة في البطالة، زيادة في عملية الفقر وغيرها، مما سيعكس قريبا حالة من حالات التدهور والانتفاض بالشارع العراقي ضد السلطة. نعم. رغم عملية الاتكالية. طبعا هو نظام مدعوم من الملالي في إيران، لذلك بغض النظر عن الدعم. نعم. عفوا، نعم، يعني بمجرد حاليا النفط 80 ب80 البرنت أو بالأحرى العراقي بحدود حوالي 75 دولار. لو نزل وانخفضت أسعار النفط خلال فترة شهرين
إلى أدنى من 70 دولار لا تتمكن الحكومة من الإيفاء بالمرتبات وغيرها. هذا جانب خطير جدا. نلاحظ أن هذه حالة الاتكالية هنا تكمن. نعم، شكرا دكتور. ولذلك جميع قوى العمل الجديدة تحاول التوظيف في الحكومة لعدم وجود نمو حقيقي في القطاع الخاص الذي يتمكن من امتصاص هذه الأعداد الكبيرة والغفيرة من الخريجين أو القائمين على أو الذين يمتلكون قوة عمل. نعم، شكرا جزيلا دكتور صباح. أخيرا دكتور سنة، يعني بالنظر إلى الواقع العراقي الآن، يعني نتحدث عن الحلول أمام واقع مزري. يعني هناك خريجين بمئات الآلاف عاطلون عن العمل، يخرجون يتظاهرون من أجل أن يعملوا من أجل مستقبلهم، في حين أن جميع الدول تعتبرهم رأس مال بشري. الرأس المال البشري في الاقتصاد يعني هو يعتبر هو الأساس الذي ممكن النهوض بالاقتصاد به، في حين يرمون هؤلاء بمخلفات حشاكم وحشى السامعين، بمخلفات القذارة، بالماء الحار العادم، من أجل طردهم، من أجل تشتيتهم، يعني ضرب تظاهراتهم. يعني كيف تنظر إلى الحلول أمام الشباب العراقي الذي يريد، عنده الرغبة بأن يبني بلده وأن ينهض بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي؟ ما هي الحلول يا ترى؟ هل الأمل مفقود في ضوء غسيل الأموال وانتشار صالات القمار وانتشار بيوت الدعارة على يد المعممين في العراق؟ نعم طبعا. أنا قبل لا أجاوب على هذا السؤال الحلول، أرجع أقول أنه الاقتصاد العراقي أو الموازنات العراقية لا تمتلك حسابات ختامية منذ أكثر من 15 سنة. هذه كارثة في الاقتصاد. لذلك عندما يتم إقرار الموازنة الجديدة، فرضا هذه الأخيرة 2023-2024-2025، هي عبارة عن تقديرات. هناك قانون موجود لدى البرلمان العراقي أنه إضافة ما يسمى 11% على التخصيصات السابقة. إذا ممكن دكتور في دقيقة واحدة لو سمحت، يعني في دقيقة واحدة لو سمحت. نعم تفضل. نعم. تفضل دكتور. هناك حلول وهي إقامة مشاريع استثمارية، إعطاء فرص القطاع الخاص أن يستثمر هذه الطاقات المعطلة، إقامة قطاع مختلط بين الدولة وبين القطاع الخاص. إذا كانت الدولة لا تمتلك هذه الخبرة أو لديها خبرة ولا تعطي المجال لاستثمار هذه الطاقات الشبابية الموجودة من مختلف الاختصاصات، علينا أن نقيم مشاريع اقتصادية مختلطة بين القطاع العام والقطاع الخاص. إذن لدينا حلول موجودة إذا كانت هناك إرادات نظيفة تهمها مصلحة تقدم الاقتصاد الوطني العراقي ومن ضمنه القطاع الصناعي. القطاع الصناعي في العراق يمكن أن يستوعب آلاف الخريجين، يمكن أن إعادة تأهيلهم، يمكن أن يتم استثمارهم، وعلينا أن نكون مخلصين لهذا البلد. طبعا هناك مسألة مهمة، أن العراق يعتمد على الريع النفطي لتمويل الموازنة العراقية بنسبة 95%، وهذا طبعا نسبة كبيرة. لماذا؟ لأنه ضعف قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، ليس فقط الصناعة والزراعة وقطاع النقل والصحة والمواصلات وإلى آخره والبنى التحتية كذلك. لا يوجد هناك قطاع يعني قوي في العراق للأسف إلا قطاع السرقة على يد السياسيين. اسمح لي دكتور سوف فقط أن أختم بأقل من دقيقة، وأعتذر لدكتور قحطان الخفاجي، ممكن في أقل من دقيقة كيف تعلق على الحلول التي برأيك للنهوض بالواقع الصناعي؟ بدءا من يكون هناك إرادة عراقية سياسية وطنية حقيقية، من دون وجود إرادة ووجود إدارة عراقية حقيقية وطنية مستقلة لا يمكن أن يكون هناك أي صناعة وأي تقدم في أي مجال من مجالات الحياة.
شكرا جزيلا دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، ونشكرك شكرا جزيلا أيضا دكتور سناء عبد القادر الخبير الاقتصادي العراقي، وشكرا جزيلا دكتور صباح علو الخبير والباحث الاقتصادي العراقي. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وفي الختام تقبلوا مني أطيب تحية، في أمان الله.